كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شخص غني حصلت له قصة غريبة. إذا كنتم تريدون رؤية هذه القصة لا تنسون تضغطون على زر لايك وتشتركون في قناتي إذا ما مشتركين وتفعلون جرس التنبيهات. وبس خليكم مع الفيلم، مشاهدة ممتعة. واخيرا خلصت الشغل مالتي يوم كامل واني اشتغل وتعبان، وهسه اروح البيت مالتي الحمد لله. هسه اروح انام، بس قبل اروح انام خلي فلوسي، خلي اعد فلوسي ايش قد عندي. اي 54 حبه حلوين. هي وين؟ اوكي اعد هذول. ستاك عندي والله كلش حلو، عندي هواي فلوس الحمد لله. شوف ستاكات الدايموند والبلوكات الحمد لله، اني اليوم غني والله. ايش عندي اكل؟ اي والله حلو، بس خلي اكل لي لحمايه. ايوه هسه خلي اروح اقلب لي شوي تلفزيون. اوكي والله الوضع برد هنا. هذا شنو الصوت اللي جاي يسمعه؟ هاي منو؟ منو برا البيت؟ هاي السلام عليكم. السلام عليكم، انت منو صديقي؟ انا شخص فقير بس كنت اعيش هنا. تفضل تفضل، تعال ادخل ادخل ادخل، الجو مطر وبرد. ادخل ادخل، لا تبقى برا، ادخل. تعال تعال تعال، خليني انطيك ملابس. تعال تعال خلي اسوي لك ملابس هيك على السريع. خلي اسوي لك ملابس، ما يصير تبقى كذا في البرد يا اخي، والله ما يصير. بس خلي اجيب لي هذه واسوي لي. شكرا شكرا، والله لازم اسوي لك ملابس يا اخي، والله شكلك كلش بردان انت. يلا تفضل تفضل تفضل، البس البس، اتمنى ما تبرد. بعد 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 راح انطيك، بعد راح انطيك شويه اكل حتى بعد لا تجوع. انطيك شويه سمك وجزر وكوكيز. تعال الزم لك هذا. شكرا شكرا، الزم الزم هذولا. اوكي وهاي ورده، اوكي خذها لعندك. اوكي يلا، ايش رايك ايش رايك تجي تباوع معي شويه تلفزيون وراها نروح ننام؟ ايش رايك؟ فكره حلوه. احس نفسي تعبان ما اقدر اشاهد. ها يعني تريد تنام؟ ما عليك، انت روح نام وانا اروح اقلب لي التلفزيون. اوكي اوكي يلا يلا يلا. ايوه اخيرا خلصت مشاهده تلفزيوني، هسه خلي اروح انام وان شاء الله غدا الصبح اروح اضبط له بيته ونطيه كثير موارد وكثير اغراض. اي خلي انام هسه. اي صباح الخير، شلونك؟ شو مسوي؟ ان شاء الله طيب. ها ايش رايك ايش رايك هسه نروح لبيتك نظبطه ونسوي فيها اشياء خرافيه؟ ايش رايك؟ يلا 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 روح روح، شوفني بيتك وينه. تعال يلا روح شوفني وينه، شوفني. ترى بيتي في الغابه. مو مشكله مو مشكله، ان شاء الله اليوم راح ناسسه وراح نحط فيه كثير اغراض حلوه وزي كذا. يلا هذا هو بيتك؟ لا يا اخي والله انك مسكين عايش في ذا البيت. والله يا اخي الصراحة اني راح اساعدك كل ما اقدر عليه، بس اريد منك طلب واحد. اوكي اوكي اريدك اني راح انطيك شوية فلوس. اوكي وبهاي الايام اريدك تروح تشتغل. اوكي اوكي خلاص هاي شوية فلوس. يلا هسه اريدك تروح تشتغل وتصمم لك بيت زيي، وان شاء الله تسوي حتى بيت احسن من يمي. اوكي يلا هسه انا رايح اشتغل وان شاء الله بالليل ارجع لك. اوكي اوكي يلا. بس ابي اشكرك على العفو. العفو هذا واجبي واني لازم اسويه. اوكي يلا يلا مع السلامه، لازم اروح اشتغل الان. مع السلامه. ايوه اخيرا خلصت شغلي. اوكي هسه خلي اروح لبيتي، او قبل لا اروح لبيتي خلي اروح اشوف لي ذاك الفقير شو مسوي، شاف له شغل؟ لا. اوكي هذا هو بيته، خلي اروح له اول مره. هي هي يا صديقي، هي الو صديقي، اكو حد في البيت؟ والله عجيب شكله ماكو احد في البيت. والله خلي ادخل خلي ادخل. هي والله كل شيء ماكو هنا، حتى الصندوق ما بيه اشياء. اوكي معليش خلي اروح لبيتي هسه، والله ما ادري شكله يشتغل. اوكي هسه خلي اروح لبيتي اقرا شويه كتب، اقلب لي شوي تلفزيون. وها هي جاري. ها هلا جاري جاري. هلا هلا. اجا اجا جاري. هلا شلونك؟ شو مسوي؟ تفضل تفضل ادخل 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 ادخل، الجو برد يا اخي. وينك؟ قبل شويه رحت لك البيت بس ما لقيتك، وين رحت؟ شفت دورت لك على شغل؟ خلاص هسه صرت بشغلك مو؟ لا كنت في صالة الألعاب لكن لا مو قلت لك صديقي، مو قلت لك روح دور لك على شغل، ليش رحت لك لهسه صالة الألعاب؟ أمس جاء شخص هنا من بيتي قال لي تعال أبي أوريك شيء في المحل، رحت له قال لي أبقى هنا يعني في متجر الألعاب، لكن في الأخير باقي فلوس حقي. لا يعني إجاك شخص هسه قال لك على أساس تجي معي وكذا وبعدين سرق الفلوس اللي عندك؟ يلا قال لي تعال بساعدك. بس لا لا ما عليك ما عليك، انا راح اعوضك ما عليك، خذ لك هذول الفلوس كل اللي عندي ما عليك.
والله انطيك خلي بس احط لي شوي حتى يعني بعدين ما افل لساني. اوكي يلا خذ لك هذولا، والمره الجايه انتبه شكرا شكرا. انتبه لحد يسرقك. اوكي اوكي يلا ما عندك ملابس اليوم والله. شنو يعني؟ لا تقلي لا تقلي لا تقلي سرق كمان في ملابس حقتك. ايه سرقني في كل شيء. ما عليك اسوي لك اني ملابس ثانيه. ما عليك. اوكي راح اسوي لك كل هذول الملابس، وحط شوي ملابس في الاندر تشيست. اوكي حتى بعدين لحد يجي ويسرقك وكذا. اوكي تمام صديقي. خلاص اوكي اسوي لك كل هذول الملابس حتى بعد لحد يجي لا يجي يسرقك. اوكي يلا لازم لك كل هذول. يلا خذ 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 خذ. اليوم 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 تريد تنام يمي لو تنام في بيتك؟ والله شوف بحاول اني انام في بيتي في البرد. اوكي لا يا اخي اذا برد عليك هناك تعال ابقى يمي. اوكي لا والله عادي. اوكي يلا مو مشكلة، على باكر تعالي وان شاء الله راح نروح مع بعض ندور لنا شغل. اوكي؟ اوكي يلا تصبح على خير، يلا تصبح على خير. جاري يا جاري في سارق في سارق هنا تعال شكو سارق؟ ثواني راح اجيك راح اجيك. في سارق شنو سارق؟ تعال منو؟ ذاك وين السارق؟ هي منو؟ هي تعال هذا السارق تعال هي انحشر اي حلو انحشر تعال اقتله 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 يكافو اخذ اغراضك اخذ اغراضك حلو 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 الحمد لله اكو هذول الكباب والله الحمد لله. والله جاني في الليل وانا ما كنت ادري صدق يعني شلون اجاك؟ ترى ذا نفس اللي قال لي تعال صارت الالعاب اظن جاني الليل خلاص فهمت عليك يعني هو هذا الشخص اللي سرقك نفسه اللي قال لك تعال صارت الالعاب ايه مو؟ هو. ياب تعال الحمد لله تخلصنا منه وضربناه جلدناه يعني يلا تعال 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 نام يمي تعال وغدا ان شاء الله راح نزورها واصل بس خلينا نروح ننام وان شاء الله باكر او غدا نروح نستجوبها. اوكي يلا تصبحون على خير. ايوه اخيرا اجى الصبح. تعال 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 معي تعال صباح الخير تعال صديقي تعال خل نروح نشوف ذاك السارق اعتقد اعتقلوه الشرطه للسجن. تعال تعال خل نروح للسجن نستجوب ذا السارق نقول له ليش سرقتنا وكذا. هاي سلام عليكم سارق سارق اهلا وسهلا. اول اشي انت شو اسمك؟ ايش اسمك؟ ما عليك باسمي قول شو اسمك؟ اسمي يوسف. طيب اريد بس افتهم ليش رحت البيت ذا الفقير وسرقت منه اغراض ليش؟ هيك بس عشان يطفر ابي اغراض. شنو يا اخي اذا مطفر روح اشتغل روح دور لك على شغل مو تروح تسرق اغراض الناس ليش كذا يا ورع؟ هسه خلاص راح تبقى لك كيتشي 10 سنوات 11 سنه في السجن حتى تتادب. اوكي اوكي بس راح تندم. شنو راح اقول لك انك راح تندم شنو راح تندم ما تقدر تسوي لي كيتشي روح يلا هسه راح تبقى يلا مع السلامه خلاص بس ابقى لك علي الاكلايه. اوكي هي صديقي شو مسوي لك صديقي؟ لا إيه يلا تخلصنا مني يلا نخرج من هنا. شكرا تعال يلا بس نشرد يلا اعطيني سيف اعطيني سيف عشان نقدر ندفع. خذ يلا تعال وراح نسرق من بيته تعال يب يلا قبل ما يجي يلا تعال بسرعة قبل ما يجي تعال يلا خش اوكي شيل كل شيء. اوكي هنا في الفودة راح اخذه يلا في عندي 54 بالقدامة. اوه راسي يا اخي ايش فيني صرت كذا اني وين؟ والله هذا شكله المستشفى. شنو صار يا اخي كل شيء ما دا اتذكر. هاي خليه يفتح الباب اول مره. لا اريد بيتي. هاي وين بيتي اغراضي؟ اوكي بس خليه يطلع من المستشفى اول مره واروح اشوف بيتي. يا اخي والله اعتقد انه بيتي انسرقت. لا هذول اللي سرقوني. هرب صديقي تعالوا لا تهربوا تعالوا لا اختفوا. يا رب هسه خلي اروح لبيتي وان شاء الله ما انسرقت او بيتي ما انفجر. يا رب اي خلي اروح لبيتي. يا رب ما يكونوا سرقوا اشي. هذا شنو التي ان تي الهنانه؟ هاي شنو؟ لا بيتي لك اغراضي لك صناديقي لا خلي لا
وللأسف يا شباب لهنا وصلنا لنهاية الفيلم. أتمنى عجبكم. إذا عجبكم هذا الفيلم لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين وتفعلون جرس التنبيهات. شباب أكو شغلة مهمة أريدكم تسوونها، رابط الإنستغرام مالتي جو بالوصف، روحوا سووا لي فولو لأن تقريبا ما يصير. شباب هنا عندي 200,000 مشترك في قناتي تقريبا، وفي الإنستغرام عندي 600 مشترك، والله ما يصير كذا. شباب اللي أريده من يمكم بس تنزلون جو بالوصف وتدخلون على الرابط مال الإنستغرام وتسووا لي فولو، ها هي سهل. وهم انا شباب سوينا سيرفر ديسكورد جديد، اتمنى كلكم تدخلوا ان شاء الله، راح نتواصل مع بعض وهيك يعني نلعب مع بعض زي كذا ونسوينا بثوث وراح نتونس مع بعض. فيا شباب الحلوين هنا وصلنا المقطع، ومع السلامه، يلا باي باي.